فعلا. اولا السلام عليكم، نحيي ونباركوا يعني الاتحاد الجزائر على التتويج القاري، ولكن في المقابله اليوم شفنا يعني لقاء كان يعني نقدر نقول لك لقاء صعب، ولكن احنا درنا الشيء اللي قدرنا نديروه. اللاعبين كانوا يعني ادوا مقابله يعني قويه، وخلنا يعني التركيز في الدقائق الاخيره، وين تلقينا الهدف يعني في الدقائق الاخيره. صعب جدا يعني تلقى هدف في الدقائق الاخيره بعد ما كنا يعني على الاقل نظن النتيجة كانت نمشيو بنقطة واحدة اليوم، ولكن ما زالت ثلاث مقابلات على أرضية ميداننا. الفريق ماهوش ضعيف يعني، الفريق يؤدي مقابلات كل المقابلات يعني في المستوى. ربما راح ننصحوا الأخطاء هذه تاع اللي نتلقاو صافي ثلاث مقابلات وحنا نتلقاو في الدقائق الأخيرة. هذا راجع للتركيز وراجع كذلك للضغط يعني. ما تنساوش أنتم اليوم الفريق يلعب على المراتب الأخيرة، لهذا في بعض الأحيان الضغط هذا كيأثر. والشيء اللي شفته انا اليوم دوك كنت نتكلم مع اللعاب يعني بكل صراحه يعني من الخطا اللي صفروا في نهايه اللي تاع الهدف نظن كانت يعني كان قادر يتفاداها. انا اللعاب قال لي انا وقفت يعني، اللعاب تاع الاتحاد العاصمه هو اللي يعني اللي كان بروفوكا اللعاب يعني خطا يعني. هذا هو الشيء اللي احنا ما نتقبلوهش في كل مره يعني يكون اخطاء مثل هذه هو اللي تاثر شويه على اللاعبين ويخرجهم من المقابله. ولكن على العموم نقولوا مبروك على اتحاد العاصمه مره اخرى على النتيجه تاع اليوم، على النتيجه الافريقيه، وحنا مازال عندنا مشوار قدامنا باش نحققوا ان شاء الله البقاء. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.